نشرة لأهم وآخر الأخبار أقدمها إلى حضراتكم من قناة عاد، أهلا ومرحبا بكم. استقبل الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومعه عضو المجلس عثمان مجلي يوم الأربعاء المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غرونبورغ للبحث في مستجدات جهود السلام والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي صنعتها الميليشيات الحوثية في البلاد. وفي اللقاء أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التزام المجلس والحكومة بخيار السلام العادل والشامل وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا، وخصوصا القرار 2216. وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالموقف الدولي الموحد إلى جانب الشعب اليمني وتطلعاته في تحقيق السلام والاستقرار واستعادة مؤسسات الدولة وسبل العيش الكريم. وأشار فخامة الرئيس إلى خروقات الميليشيات الحوثية للهدنة الجارية ودأبها على اختلاق الذرائع التي كان آخرها منع سفن الوقود من الوصول إلى موانئ الحديدة وإنعاش السوق السوداء دون الاكتراث لمعاناة المواطنين. كما أكد استمرار دعم المجلس لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة من أجل تثبيت الهدنة وإلزام الميليشيات بتنفيذ تعهداتها المتعلقة بفتح طريق تعز والمدن الأخرى ودفع رواتب الموظفين من عائدات موانئ الحديدة. وفي اللقاء أعرب مبعوث الأمم المتحدة عن تقديره للجهود التي يبذلها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في سبيل إنجاح الهدنة والبناء عليها للتوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار وتحقيق السلام الشامل والعادل في اليمن. تقدم نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس قاسم الزبيدي يوم الأربعاء جموع مشيعي جثمان الشهيد العميد هدار الشوحطي قائد اللواء الرابع دعم وإسناد الذي ارتقت روحه إلى بريها في عملية استهداف غادرة للميليشيات الحوثية في جبهة الحد يافع بمحافظة لحج. وأدى الرئيس القائد صلاة الجنازة على جثمان الشهيد بمعية اللواء أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية والأمين العام لهيئة رئاسة المجلس ووزير الدولة محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس وعددا من القيادات العسكرية. كما أدى اللواء الزبيدي بعدها واجب العزاء لأسرة وذوي الشهيد مشيدا بالتضحيات التي اجترحها طوال مشوار حياته النضالية، سائلا المولى العلي القدير بأن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه وأن يسكنه فسيح جناته. اطلع رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك على تقرير أولي حول العملية الإرهابية الغادرة التي استهدفت نقطة أمنية في مجرية أحور بمحافظة أبين وأدت إلى استشهاد 21 جنديا من أفراد الحزام الأمني وإصابة 7 آخرين ومقتل 8 من العناصر الإرهابية. واستمع رئيس الوزراء خلال اتصال هاتفي أجراه مساء الثلاثاء مع محافظ أبين اللواء أبو بكر حسين إلى الجهود الجارية لمطاردة وتعقب العناصر الإرهابية وضربات الموجعة التي تلقتها خلال الأيام الماضية والتنسيق القائم لاستمرار ملاحقتها وضبطها وتطهير المحافظة من شرورها. ووجه الدكتور معين عبد الملك بتعزيز اليقظة الأمنية والاستمرار في ملاحقة العناصر الإرهابية ومتابعتها وضبطها وقدما واجب العزاء لأسر الشهداء الأبطال في هذه العملية الإجرامية الغادرة والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين. أكد وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري إن الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف نقطة أمنية بأحور في أبين لن يثني القوات المسلحة من محاربة التنظيمات الإرهابية وملاحقة عناصرها إلى أوكارها وتطهير الوطن من عبثها وإجرامها لينعم الجميع بالأمن والاستقرار والسكينة. وشدد الفريق الداعري في اتصال هاتفي أجراه بمحافظ أبين قائد المحور اللواء أبو بكر حسين على اليقظة ورفع الجاهزية القتالية والاستنفار للتصدي لأي تهديدات أو عمليات إرهابية مماثلة تستهدف القوات المسلحة والأمن. وكذا على ضرورة التنسيق بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية حتى تتمكن من مواجهة الإرهاب وردع كل من تسول له نفسه زعزعة الاستقرار في المحافظات المحررة.
وعز وزير الدفاع أهالي شهداء الواجب الذين استهدفتهم أيادي الإرهاب الآثمة والجبانة، داعيا لهم بالرحمة متمنيا الشفاء العاجل للجرحى. اطلع وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي على الترتيبات الجارية لبدء مشروع زيادة السعة التخزينية في الموقع الجديد لبناء الخزانات في منشأة غاز بروما لسد حاجة محافظة حضرموت وتوفير احتياطي للمحافظة من الغاز المنزلي. وأوضح وزير النفط والمعادن بأن مشروع الخزن الجديد يتضمن بناء 4 خزانات بسعة 400 طن سيضاف إلى السعة التخزينية السابقة والتي تصل إلى 152 طن ليرتفع معه إجمالي إنتاج المنشأة إلى 552 طن من الغاز المسال، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي في توفير مخزون استراتيجي للمحافظة وتأمين حاجة المواطنين من الغاز المنزلي، مشدداً على سرعة البدء بالتنفيذ بحسب المواصفات التي أقرها المشروع ومناقصته والاهتمام بنظام الأمان في الخزانات الجديدة وفي المنشأة بشكل عام. وطاف الوزير الشماسي ومعه وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين سعيد بارزيق ومدير عام شركة النفط اليمنية فرع المكلا الدكتور خالد العكبري في عدد من مواقع المنشأة، مستمعين إلى شرح مفصل من قبل مديرها حول آليات العمل والصعوبات التي تواجهها والخطط المستقبلية الهادفة لتوسيع إنتاجها وتطوير عملها وتحسين ظروف العاملين فيها. بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد بادي في العاصمة عدن مع مدير منظمة إدرا في اليمن تيري فان بيجنوت مستوى التدخلات التنموية منظمة إدرا في اليمن. تطرق اللقاء إلى مستوى تنفيذ برامج ومشاريع منظمة إدرا وفقاً لخطط عملها وأبرز المعوقات والصعوبات التي تواجهها أثناء تنفيذ تدخلاتها المختلفة والتسهيلات اللازمة لحلها وتجاوزها لضمان نجاح تنفيذ تلك التدخلات واستفادة المجتمع منها. كما بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب الأربعاء في العاصمة عدن مع نائب منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن دييغو زيورلا تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين ومستوى التدخلات الإنسانية والتنموية في اليمن. وركز اللقاء على عدد من القضايا الرئيسية وبمقدمتها خطط الاستجابة الإنسانية والتنمية في اليمن والجهود الدولية لصيانة خزان النفط العائم صافر. أكد اللقاء على أهمية تعزيز وتوسيع خطط وبرامج عمل الوكالات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في المجالات الإغاثية والإنسانية والتنموية لمساندة جهود الحكومة بمواجهة التحديات القائمة في مختلف المجالات وتخفيف معاناة المواطنين. دشن وزير الصحة العامة والسكان دكتور قاسم بحيبح ومحافظ حضرموت الأستاذ مبخوت بن ماضي يوم الأربعاء بالمكلا العمل بالمستشفى العسكري التابع للمنطقة العسكرية الثانية. وأعلن الوزير والمحافظ ومعهما قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن طيار فائز قحطان التميمي تدشين العمل بقسم الطوارئ والعيادات كمرحلة أولى في سياق التجهيز لتشغيل المستشفى بشكل عام. واطلع وزير الصحة ومحافظ حضرموت على مكونات المستشفى الذي يستوعب 50 سريرا قابلة للزيادة عقب تجهيز الدور الثالث وطافا بأقسام المشفى مشيدين بجاهزية المنشأة ومطلعين على حاجتها للأجهزة والمعدات والكادر التخصصي النوعي. ووجه وزير الصحة بتوفير أجهزة أشعة للمستشفى لاستقبال المرضى بقسم الطوارئ والعيادات. ووضع وزير الصحة ومحافظ حضرموت حجر الأساس لتوسعة وتجهيز قسم الطوارئ التوليدية وغرفة العمليات بالمركز الصحي بمدينة بروم مديرية بروم ميفع بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة وتجهيز وتأثيث وزارة النفط والمعادن
تشغيل مكتب الصحة بساحل حضرموت. وأطاف الوزير والمحافظ بمعية وكيل وزارة الصحة لقطاع السكان الدكتور سالم الشبحي ومدير عام مكتب الصحة بساحل حضرموت دكتور محمد الجمحي ومدير عام مديرية بروم ميفع علي باقروان بأقسام المركز الصحي ببروم الذي يقدم خدمات المعاينة والتمريض، مؤكدين أهمية إنشاء قسم الطوارئ التوليدية وغرفة العمليات لتطوير الخدمات الصحية في مديرية بروم ميفع وتشغيل المركز الصحي على مدار الساعة. اختتم وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة الدكتور سعيد العمودي بمدينة المكلا الدورة التدريبية بعنوان سلامتك من الحرائق والكوارث التي تنظمها اللجنة الوطنية للمرأة بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة. نقل الوكيل العمودي في الدورة التي تأتي بالتعاون والتنسيق مع مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت وفرع مصلحة الدفاع المدني تحيات محافظ حضرموت، مؤكدا أهمية هذه الدورة التي تعد أحد الركائز الأساسية للحفاظ على حياة المواطنين أثناء الكوارث باعتبارها صمام أمان، منوها بضرورة وجود دفاع مدني مجتمعي في كل حارة. وفي الختام كرم الدكتور العمودي والأستاذة فائزة بمطرف رئيسة اللجنة الوطنية والمدير العام للشؤون الاجتماعية بساحل حضرموت والأستاذ أحمد بدروس مساعد المدير العام للأمن والشرطة بالساحل مرعبة خلعة ونائب مدير مصلحة الدفاع المدني صلاح بن هامل المشاركين الذي بلغ عددهم 25 متدرب ومتدربة ممثلي عن عدد من منظمات المجتمع المدني بمديريات المكلا والشحر وغير البوازير التي استمرت على مدى 3 أيام متتالية. بتوجيهات من وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي قام المدير العام لهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية فرع حضرموت المهندس صلاح أحمد بابحير بزيارة تفقدية لعدد من المشاريع الاستثمارية بمحافظة حضرموت، حيث زار المهندس بابحير ومعه خبير المتحف الجيولوجي بهيئة المساحة الجيولوجية بالمملكة العربية السعودية بشير محمد البطيلي مشروع مصنع الجبس التعديني التابع لشركة حضرموت الأهلية للجبس المحدودة للاطلاع على التجهيزات النهائية لافتتاح المصنع وتدشين العمل به رسميا وتعرف على سير التشغيل التجريبي لخطوط الإنتاج. وتجول المدير العام لهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية فرع حضرموت بوحدات المصنع واطلع على مراحل تحضير مادة الجبس وما يتميز به المصنع من تقنيات حديثة وأجهزة إنذار تحد من الحوادث، مستمعا من القائمين على الشركة إلى شرح حول المصنع الذي يعد أكبر خط إنتاج في الوطن للجبس ومشتقاته بطاقة إجمالية تقدر 240 ألف طن سنوياً ويوفر نحو 120 فرصة عمل. إلى ذلك تفقد المهندس بابحير سير التجهيزات النهائية الجارية لبدء تشغيل مصنع الطوب الأحمر التعديني التابع لشركة حضرموت للطوب الأحمر المحدودة وطاف بوحدات المصنع متعرفاً من القائمين على الشركة إلى الطاقة الإنتاجية عند بدء عمل المصنع والمقدر بإنتاج 500 طن من الطين يومياً أي ما يعادل 60 ألف حبة من الطوب الأحمر وبأحجام مختلفة. وأشاد المهندس بابحير بسرعة الإنجاز للأعمال الإنشائية والفنية بالمشروعين اللذان سيحدثا نقلة نوعية في عملية البناء والتنمية والتطوير في محافظة حضرموت والمحافظات المحررة وكذا الإسهام في تعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال الترويج للمنتجات المحلية وتصديرها إلى الخارج. عقدت قيادة فرع نقابة الصحفيين بحضرموت وشبوة والمهرة اجتماعا لها بمدينة المكلا برئاسة رئيس الفرع سالم علي الشاحت، وكرس الاجتماع لمناقشة عدد من المواضيع المتصلة
بنشاط فرع النقابة وقضايا الصحفيين، ومنها تنفيذ عقد التعاون بين الفرع مع نقابة الصحفيين اليمنيين الذي يأتي امتداداً إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين النقابة والاتحاد الدولي للصحفيين. وأقر الاجتماع توزيع المهام بين قيادة الفرع لتنفيذ عقد التعاون، على أن يتولى الزميلان سالم الشاحت وصلاح أبو عابس تنفيذ المهام في ساحل حضرموت وشبوة وسقطرى، والزميل عوض كشميم في وادي حضرموت والمهرة، ويتم المتابعة لتنفيذ ما ورد في عقد التعاون بصورة مستمرة. وتناول الاجتماع المساعي المبذولة من قيادة الفرع لتسوية قضايا الزملاء الصحفيين سواء المنتمين للنقابة أو غير المنتمين. وخلال الاجتماع استعرض رئيس الفرع مشاركته في ورشة العمل حول الانتهاكات المنعقدة في المكلا، كما استعرض رئيس لجنة الحريات للقائه مع الأخ محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، الذي يتم خلاله مناقشة تسوية قضايا الصحفيين المنظورة أمام القضاء، مشيرا إلى أن المحافظ بن ماضي أكد التزامه حسب برنامج عمله الذي أعلنه عند استلام مهامه بإيجاد تسوية شاملة لكل القضايا المرفوعة في المحاكم. وقف تنفيذي الشحر في دورته لشهر أغسطس لسنة 2022 المنعقدة برئاسة الأستاذ مصبح العبد البحسني نائب المدير العام لمديرية الشحر لمناقشة تقارير مكتب مصلحة الضرائب والمؤسسة العامة للاتصالات ومكتب الصناعة ومكتب النقل. واستهل الاجتماع بدعوة نائب المدير العام لمديرية الشحر مدراء المكاتب لبذل مزيد من الجهود الرامية إلى تحسين أداء المكتب التنفيذي بالمديرية ورفع الإيرادات، ليتم بعد ذلك متابعة تكاليف المحضر السابق ومدى تنفيذها، إلى جانب مناقشة تقارير مكتب مصلحة الضرائب والمؤسسة العامة للاتصالات ومكتب الصناعة ومكتب النقل. وخرج أعضاء المكتب التنفيذي بعدد من التوصيات والتكاليف، منها يوصي المكتب التنفيذي محافظ محافظة حضرموت بالتوجيه بإزالة الاستحداثات في مسيال سمعون ومحاسبة المتسببين في ذلك، وتشكيل لجنة للمتابعة مكونة من السلطة المحلية والأمن والأشغال والأوقاف والضرائب والزراعة، وإيقاف العمل في مسيال سمعون. كما أكد أعضاء المكتب التنفيذي على أهمية صيانة أبراج الاتصالات بالشحر والحامي لما تشكله من خطورة، كما أوصى المكتب التنفيذي محافظ محافظة حضرموت التوجيه بإنشاء محطة تعبئة للغاز في مديرية الشحر وزيادة كميات المحروقات للمديرية. كثفت النقابة العامة لعمال كهرباء الجنوب جهودها لتنظيم سير العملية الانتخابية لنقابات عمال فروع إدارات مؤسسة الكهرباء ومحطات التوليد في مختلف مدن ومناطق محافظة حضرموت الساحل. وشملت العملية الانتخابية في يومها الثالث على التوالي تنظيم انتخابات لنقابة عمال فرع كهرباء منطقة الشحر ومحطة الفقيد عوض السقطري 40 ميقا لتوليد الكهرباء، والتي شارك فيها نحو 15 مرشحا. وشملت الانتخابات نقابة عمال فرع منطقة الحامي الشرقية، شارك فيها عدد 8 مرشحين من موظفي وعمال الفرع. وحققت الانتخابات نجاحا ملموسا بتشكيل وتأسيس نقابات جنوبية مستقلة جديدة لعمال إدارتي كهرباء فروع منطقة الشحر والحامي ومحطة الفقيد السقطري، والتي استطاع فيها المرشح محمد سعيد النموري أن يحقق فوزاً عقب اختياره من قبل العاملين رئيساً لنقابة عمال كهرباء الشحر. وفوزاً آخر حققه المرشح محمد مبارك سبتي عقب نيله الثقة الكاملة من قبل العاملين ومنح أكثر عدد من الأصوات واختياره رئيساً لنقابة عمال منطقة الحامي. ضمن برنامج النزول الميداني لفريق التوجيه التربوي والفني المكلف بها من قبل قيادة فرع مكتب وزارة التربية والتعليم بمديرية الشحر،
قام فريق التوجيه التربوي بمديرية الشحر صباح الأربعاء بزيارة تفقدية للاطلاع على سير العملية التعليمية وخطط الإدارة بمركز رعاية وتأهيل أطفال التوحد بمدينة الشحر. وفي بداية الزيارة رحب مدير المركز الأستاذ أحمد بامسلم بزيارة فريق التوجيه شاكرا جهودهم المبذولة في الاطلاع عن قرب لسير العملية التعليمية للمركز وإعطاء التوجيه اللازم وبما يتواكب مع خطط فريق التوجيه لتصحيح سير العملية التعليمية بالمركز. بدوره ثمن الأستاذ محمد خميس باوزير رئيس فريق التوجيه جهود إدارة المركز المبذولة في عملية استقرار العملية التعليمية وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم والتغلب عليها، وكذا تتمين دور مربيات المركز لتخفيف كافة الصعوبات على الأطفال المصابين بطيف التوحد، حيث يعتبر المركز من المراكز النشطة بمديرية الشحر والذي تخرج من جنبته العديد من الأطفال للمدارس الخاصة. وقع مدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت رئيس نادي اتحاد الشرطة العميد مطيع سعيد المنهالي الأربعاء عقداً مفتوحاً مع المدرب أديب باكرمان كمدرباً رسمياً للنادي، وأبرم العقد لتدريب لاعبي النادي استعداداً لبطولة كأس حضرموت التي ستنطلق في 14 أكتوبر القادم في نسختها السابعة، وللمشاركة في أي استحقاقات قادمة من شأنها خلق التنافس والتعارف بين أندية حضرموت. مشاهدينا الأعزاء، قدمنا إلى حضرتكم هذه النشرة الإخبارية الموجزة من قناة عاد. شكرا لطيب المتابعة، أطيب المنى، وإلى اللقاء. لإعلاناتكم على قناة عاد المحلية يرجى التواصل على الأرقام التالية